السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم، أهلا بكم بقناة لالة جنونة، قناة مختصة في الوصفات الجميلية والشيوات المغربية والعصرية. اليوم إن شاء الله وصفة جميلية محضة خاصة بالتجاعيد والكلف، وصفة من عهد الجدات. عندنا بيض السمان، شفتوا هاد النقيطات اللي تيكونوا في البيضة هذه، يعني كأنها نقاط الكلف اللي تيكونوا في الوجه أو النمش. يعني هاد الوصفة كدار لهاد الخصوص، بهاد الخصوص هذا يعني كتحيد الكلف والنمش والتجاعيد دقة بطلة، يعني تداوموا عليها جوج خطرات في السيمانة. كديروا معها دقيق الشعير، الجدات ديالنا كانوا كيديروها بدقيق الشعير، ولكن دابا اللي ما عندوش دقيق الشعير أو لم توفر لكش ديك الساعة فاش بغيتي ديري الوصفة دقيق الشعير، غادي ديريها بالنشا. كناخذ واحد المعلقه صغيره ديال دقيق الشعير وبيضه وحده ديال السمان، كتخلطي مزيان. انا غادي نخلط حيت دابا درت يمكن الشعير كثر، غادي نخلط وغادي نشوف الا كان عندي الدقيق كثير غادي نقص. المهم الجهد اللي غادي نطالي الوجه ديالي وما تبقاش تسيل لي ديك الوصفه، ما يسيليش السائل يبقى يلصقلي بحال درت شي حاجه تلصق. يعني ملي كتنشف راه كتجي بحال درتي الجبيره للوجه ديالك، ملي كتغسليها كتفزقي الوجه ديالك، ملي كتغسليها راه كتجبد الوجه وكتحيد نفس الوقت داكشي اللي كيكون لاصق، يعني الشوائب اللي كيكونوا في الوجه وداكشي. هذه راه وصفه زوينه زوينه بزاف. هانتوما النشا الا ما عندكمش الشعير كديروا النشا في عوضها، ولكن هي الوصفه الحقيقيه بدقيق الشعير. اللي ما عندهاش الشعير كتاخذ البلبوله وكطحنها مزيان في المولينيكس وكتولي عندها يعني دقيق الشعير، اولا تمشي عند اي رحبه اولا دابا الهري اولا طاحونات، راه كيبيعوا هاد المسائل ديال الشعير والطحين ديالها والبلبوله ديالها وداكشي. خذوا الطحين ديال الشعير واستعملوه، واخا غير ربعه واستعمليه لهاد المسائل. بيض السمان موجود في الاسواق، موجود في لي غون سيرفاس. غادي تشريو بلاطو ديال البيضه، ماشي غالي، كيدير ما عرفتش شي 13 درهم يمكن ولا. وصفه استعملوها يوميه ويومين لو عاد ديروها، يعني ارتاحوا واحد اليومين وعاد ديروها، خليوها حتى تنشف مزيان على الوجه وديروا المدافي، غسلوا به الوجه ديالكم في الاول في الزقو حيت كتكون لصقات على الوجه وعلى الجبين ولا داكشي. في الزقو مزيان ومسحوا بشي فويطه باش تحيد داكشي مزيان، عاد عاودوا ديروا الماء بارد والصابون. وصفه زوينه بزاف وعن تجربه، يعني كتحيد التجاعيد الكلاف النمش حتى ديك اثر الحبوب وداكشي راه ما تيبقاش. ولكن اللي مهم هو المداومه، ماشي تديروها مره وجوج وتقولوا صافي ما قدات ليناش. راه اي حاجه كتعطي المفعول ديالها مع المداومه، ماشي حتى الدواء ديال الفارماسي الا درتيه وخديتيه ما كملتيش التريتمون راه ما كيعطيكش النتيجه. اي حاجه خاصكم تواظبوا عليها باش كتشوفوا نتيجه مرضيه، على الاقل شهر وغتشوفوا النتيجه، على الاقل على اي وصفه، على اي وصفه شهر، حيت الا عطاتكم نتيجه كاع في اسبوع ولا 15 يوم وقطعتيها كتعاود ترجع، كيخصك تقطعي الشك نهائيا شهر الفوق عاد يمكن لك تقطعيها. هاد الوصفه راه قلت لكم زوينه وانا كنديرها بنفسي، وصراحه نتيجتها زوينه بزاف وحتى الاقارب ديالي كيديروها. نتمنى تجربوها وتستافدوا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنساوش لايك والاشتراك فضلا منكم وليس امرا، ولا بغيتوا شي حاجه اكتبوها لي في التعاليق مرحبا، على راس العين.